مبروك. بص هو بيجري ورا ما عايز ياكل اهو اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة معانا رحلة صيد جميلة، يلا لنا العدة المستخدمة يا ابو هيكل. العدة المستخدمة كرال تركي مع رشة، تمام. يلا بينا احلى ابو هيكل، يلا بينا يا ابو هيكل. افيدك يا حلو. الله، ما تنساش تشترك معانا في القناة لو لسه جديد. صباح الفل يا جماعة، صباح الخير عليكم، يا ريت تدعمونا باللايك واشتراك ونهارك ابيض تابع معانا، هتبقى رحلة جميلة بإذن الله. الله ينور عليك. طاش يا جماعه طارق، الله ينور عليك. طبعا الفل يا ابو هيك، طبعا الفل، طبعا العسل. شايف الله الله، بصوا يا جماعه الريش، الله ينور عليك. ايوه ابو هيكل اعلامي. صباح الفل. انا بحب طبعا اقدم تحيه خاصه للقناص احمد ابو ريشه، تحياتي والشيخ ماهر وكل قناصين مصر، نهاركم ابيض. لكم عين. اللي في النص ماشي. ايوه دي. حلق في الشجر. هو متداري. مسافه حلوه يا جماعه. اهو حد اهو. هات اللي بينك الاخير ده. اهو الله، نام مكانه فوق، خليك معاه يمشي. اهو اهو اهو، بص بص بص، نازل زي طوبة. اتنين يا جماعة ورا بعض، واحد انضرب فينا وتعلق في الشجرة في النص. طبعا الاخير ده شايفه؟ لا. يلا حبيبي. طبعا يا جماعه مفيش حاجه راضي تقف تاني، يلا بينا بقى ايه نكمل المسيره، نهارك ابيض رجاله. طبعا يا جماعه القط بيجري ورا الغراب اللي احنا ضاربينه من الشجره اللي اتعلق ده، نزل بس نزل صح، القط عمال تجري ورا. هي ماسكاه بقى لا يعني. يلا في دماغه، في الدماغ عشان نريحوه، لازم نريحوه يا جماعه، ما نسيبوش يتعز. هو يا جماعه القط اهو بيجري ورا الغراب، الغراب روخ. بص هو بيجري ورا ما عايز ياكل اهو اهو. بفكر اللي هو بيتاكل. طبعا انا هنديله واحده نريحوه دلوقتي برضه عشان خاطر ايه، في غراب نازل عليها اهو، اهو رايح على الشجرة، اهو خلي رايح على الشجرة، بس مش باين، خليك مع القط والفار، القط والغراب. الله ريحهم، القط ولا حرام؟ ده غراب، غراب.
نزل طيب. صباح الفل. اهلا اهلا. الله ينور عليه. صباح الفل. النار ابيض. الله. كان واد يا ابو هيك. فرقع مكانها على طول. خش هات. طيب يلا تعالى نجيبه هنا. الله ينور عليه. عليك فرد فوق ورقها هي. برافو عليك. برافو. بص يا جماعة مسافة عاملة ازاي. بسم الله ما شاء الله. مسافة جميلة يا جماعة. بص والله ضرب على مسافة رهيبة ما شاء الله عليك يا عالم. قدام شوية. قدام. ربنا يحميك ابو هيكل. اعملوا له لايك يا جماعة. مسافة جميلة والله. ضربه وجنبي هنا. الله ينور يا عالمي. مسافة حلوة دي يا ابو هيكل. بعيد يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الله ينور عليك. احلى لايك للعلامه ابو هيكل. خليكم معايا اخر الرحله. هيكل كميه يمام رهيبه اهي. بصوا يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. عدوا معايا كده. ادي 1 2 3 4 5 6 7. برافو عليك. وقعد جوه ليه؟ في الحطب. يلا يا غالي. طبعا في واحده ضربينها في الحطب هنا وواحده ايه خدت ضربه تانيه. اخد لفت هنا اهي. ده طبعا مضروبه في الجناح يا جماعه. خش عليها ابو هيك عشان ما تدوخكش. طبعا جابها ابو هيكل اهو. لا نار عليك يا خالد. هات اللي في الحطب بقى. يلا روح. ده البط يا رجاله اهو.